أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميما تقرر فيه أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الوزارات والهيئات الاتحادية يوم السبت 29 من شهر رمضان الموافق 24 من شهر يونيو الجاري، على أن تنتهي يوم الثلاثاء 27 يونيو في حال صادف العيد يوم الأحد 25 يونيو، على أن يستأنف الدوام يوم الأربعاء 28 يونيو. أما في حال صادف العيد يوم الاثنين الموافق 26 يونيو، فإن الإجازة تبدأ يوم السبت 29 رمضان وتنتهي الخميس 29 يونيو، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2 من شهر يوليو المقبل.